بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عندك صلاة ولا باب العيدين؟ نعم، باب العيدين ولا باب صلاة العيدين؟ صلاة العيدين. ها؟ صلاة. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله بعثه ربه بالرحمة الأولى فبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأوفياء وأصحابه الأتقياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال رحمه الله تعالى: باب العيدين أو باب صلاة العيدين. هذا الباب عقده المصنف من جملة أبواب كتاب الصلاة، لأننا يعني كما تعلمون كتاب هذا هو في الأحكام، وبدأ بكتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة. وكتاب الصلاة تكلم عن كثير مسائل الصلاة في المعرض، وقبلها كان صلاة العيد، صلاة الجمعة، وقبلها صلاة الجماعة، وهنا صلاة أحكام صلاة العيدين. قال رحمه الله: باب العيدين. العيدين المراد بالعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، وليس في الإسلام إلا عيدان شرعهما لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدلا من أعياد الجاهلية، ولكل أمة عيد. وهذا يعني مما يعني بعضها جاءت بالشرائع وبعضها مما يعني اختطه الناس لأنفسهم، جعلوا لأنفسهم أعياد يحتفلون بها، أعياد وثنية وغير وثنية، وأعياد يعني قد تكون يعني لها أحيانا مظاهر احتفالات أو أشياء، وقد تكون فيها مظاهر شركية، مظاهر بدعية، مظاهر أيضا فسوق وفساد، يعني تختلف الأنواع الأعياد ووثنية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أبدلكم الله بعيدين، لأنه كان الجاهلية لهم أعياد يحتفلون بها وينشدون فيها وإلى آخره كثيرة. فالمسلمون لنا عيدان ولا عيد غيرهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. والعيد يسمى عيد من العود لأنه يتكرر، فكل شيء تكرر فإنه عيد. ولهذا حينما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، كان من أسئلة النبي
صلى الله عليه وسلم قال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. بمعنى أنه الجاهلية والأمم تتخذ أعياد، إما لصالحها ولا لقبور ولا لأوثان ولا لآلهة لأصنام أو لأشياء، يعني تعتقد في اعتقادات، فيكون كلما مر عام على هذا الذي اتخذوه رمزا، إما لوفاته لميلاده وإما لحدث حدث منه أو نحو ذلك، جعله عيدا، فصاروا في كل عام يحتفلون بهذه المناسبة. لما فهي إذا كل سنة تعود فسمي عيدا من العود. وطبعا عيد على غير قياس، لأن من حيث اللغة عاد يعود عودا، هذا الأصل، لأنه واوي، عاد يعود وليس عاد يعيد، عاد يعود عودا. فعيد هي من عود، لكن كما قالوا على غير قياس، أو قالوا إنها من الاشتقاق الأكبر، لأن الاشتقاق المباشر هو أن يشتق من الفعل المصدر، ذهب يذهب ذهابا مثلا، قتل يقتل قتلا، فعاد يعود عودا. فلما عيد هي من نفس الحروف العين وحرف العلة، إلا أنه بدل يكون واوا صار ياء، والدال أيضا كانت موجودة. فلما اختلف حرف من الحروف بينما وجد الأكثر، قالوا إنه هو نوع اشتقاق، لكنه ليس الاشتقاق المباشر. فإذا العيد من العود، أو أيضا من العادة، لأن العادة كذلك تتكرر، لكن عادة العادة تعود أيضا كذلك، فتكون من هذا من هذا أو من هذا. وكما قلنا هما عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. وطبعا هي عيد مناسبات يعني شرعية فيها، وهذا من كمال ديننا، حينما تنظرون أنه هذا التشريع منذ 1000 أو منذ أكثر من 1400 عام، وجاء تنظيم العيد بهذا التنظيم، هذا لا شك أنه يعني ملفت جدا لمن يدرسون التاريخ ويدرسون أحوال الأمم، يعلم أن هذا ليس يعني من 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 صنع البشر. فأعيادنا نحن المسلمين تجمع بين البهجة والفرح وبسط يعني بسط النفقة والتوسعة، كما يقول يعبر الفقهاء التوسعة على العيال والصدقات والمزاورات، هذه كلها من أنواع الجهل. أيضا معها جانب عبادي، الفطر مثلا هو جاء بعد رمضان، ورمضان شهر عبادة مكثفة صح التعبير، فيها صلاة وفيها صيام وفيها قراءة القرآن وفيها تلفل وفيها تراويح وفيها اعتكاف وفيها يعني عبادات، يعني رمضان يخص بمزيد من العبادة. وهذا أيضا من فضل الله عز وجل أنه جعلنا مواسم الخيرات نتسابق فيها ونتنافس، ونرجو الله عز وجل أن نرفع بها الدرجات لعظم الأجر فيها. فإذا انتهى هذا الموسم العظيم ختم بعيد الفطر، عيد الفطر حتى اسمه فطر، لأن اللي قبله صيام، والذي يقابل الصيام هو الفطر، فهو احتفال وعيد باختتام لهذه العبادة العظيمة التي هي الصيام، التي هي الإمساك عن الطعام والشراب وعن
ما طلب الإمساك عنه. فجاء العيد إفطار يعني فتح، وفيه زكاة الفطر، وفيه اللبس الجديد، وفيه توسع العيال، وفيه الابتهاج، وفيه أيضا التكبير والتهليل والتسبيح والصلاة كما سوف يأتي معنا في صفة صلاة العيد، كلها تكبيرات. فإذا ديننا يجمع بين العبادة والتعبد والقرب من الله، بل, 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 بل لا نبتعد عن الله حتى في أفراحنا، في أفراحنا حتى في أفراحنا لا نبتعد عن الله عز وجل. فنحن مربوطون بربنا وبعباداتنا وبمناسكنا ونسكنا والأقوال والأفعال التي نتقرب بها إلى الله عز وجل. فالعيد عندنا عيد الفطر جاء بعد رمضان، وعيد الأضحى جاء في وقت الأضحى، أيام الحج، عشر الحج، عشر الحجة من أفضل أيام، من أفضل أيام العام. ولهذا العلماء ماذا يقولون؟ العلماء يقولون إن ليالي عشر رمضان أفضل من ليالي عشر الحجة، لكن نهار عشر الحجة أفضل من نهار عشر رمضان. طبعا أنا لا أتكلم عن المفاضلة، لكن أتكلم عن كلها محل عبادة. ولهذا عشر الحجة كلها أيام ذكر وشكر وتصام أيضا، تصام وأيضا الحج بشعائره العظام، وآية عرفة أيضا، عرفة موقف عظيم. عيد الأضحى بعد عرفة، هذا اللي هي الحج الأكبر. فإذا أعيادنا تأتي بعد مناسباتنا الدينية وعباداتنا. وعيد الفطر فيه زكاة الفطر، يتصدق بها المسلم على مستحقها. الأضحى فيه الأضاحي، يتقرب الله بذبح الدماء على ما يعني معروف، قد نشير إليها إن شاء الله في يعني في ثنايا الكلام. المقصود أن أعيادنا نحن المسلمين أعياد فرح وبهجة وانبساط وابتهاج وبسط في النفقة وتوسع على العيال ومزاورة للأقارب والأصدقاء والأرحام. ثم أيضا لا نبتعد عن ضابط الدين، أي ضابط العبادة، بمعنى أن فرحنا لا يؤدي إلى البطر، وفرحنا لا يؤدي إلى الانحراف. نفرح في دائرة الحلال وفي دائرة المباح، لا نفرح في دائرة الحرام اللهو المحرم أو السياق وراء الشهوات المفسدة والطاغية، سواء من شهوات الفروج أو شهوات الأكل الحرام أو نحو ذلك. فإذا نحن ديننا فيه فسحة وفيه مرح وفيه أيضا يعني كما أدين النبي صلى الله عليه وسلم للأحباش أن يرقصوا إلى آخره بحدود هذه الضوابط، لكنها أيضا نحن مشدودون بأحكام ديننا. المقصود أن نحن المسلمين عندنا هذان العيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. ولهذا يعني حين نقول عيد الفطر من إضافة الشيء، كما يقول، من إضافة الشيء إلى سببه، من إضافة الشيء إلى سببه، يعني عيد سببه الفطر، يعني الفطر من بعد الصيام شهر رمضان المبارك. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين، وايضا عثمان وعلي، وعثمان وعلي كذلك، كلهم كانوا يصلون العيدين قبل الخطبه. طبعا الجمعه الخطبه قبل الصلاه، الجمعة
الخطبة قبل الصلاة، أما العيد لا، الصلاة قبل الخطبة. لماذا؟ أولا الجمعة فرض عين، الجمعة فرض عين على كل مسلم، كل مسلم بالشروط التي ذكرناها في الجلسة الماضية، يعني المسلم الحر المكلف غير المسافر المستوطن إلى آخره، هذا هو الذي تجب عليه الجمعة على كل ذكر حر بالغ مستوطن، والمقيل العبيد لا تجب، لكن صحيح أنها تجب عليهم كذلك. فالمقصود أنها تجب عينا على كل واحد. أما العيد فقول الصحيح والراجح أنها غير واجبة على الأفراد وعلى الأعيان، إنما فرض كفاية، فرض كفاية، وقيل سنة وقيل فرض عين. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أنها فرض عين، يرى أنها فرض عين، وكذلك الشيخ سالم تيمية يرى أنها فرض عين، وجمهور علماء من الشافعية والمالكية والحنفية يقول أنها فرض كفاية، بمعنى إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وفاز القائمون بالأجر. وهذا هو الراجح. طبعا الذين يقولون بالوجوب سيأتي الحديث الذي يستدلون به، حديث أم عطية أظن الشيخ ذكره نعم في الحديث الخامس في قوله صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن تنزل مصلى المسلمين إلى آخره. فالذين يقولون بأنه واجب على كل مسلم ومسلمة أنه قال أمرنا رسول الله، وقالوا إن الأمر يقتضي الوجوب. الجمهورون يقول لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه الأعرابي وقاله في الصلاة الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع. فإذا لا يجب عينا إلا الصلوات الخمس، الصلوات الخمس، والجمعة هي بدل الظهر. ويجيبون عن هذا الحديث، حديث أمرنا الرسول، قال لا، إن هذا أمر إرشاد. لماذا؟ لأنه قال وأمر الحيض أن يعتزل، أن يحضر، والحيض معلومة لا تصح الصلاة منها ولو صلت، فدل على أن الأمر هنا هو للإرشاد، وأنه ولهذا قال في 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 في, في التوجيه يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، فهو مما يدل أنه ليس، وهذا هو الصحيح الراجح إن شاء الله، أنها ليست، أن صلاة العيد ليست واجبة على الأعيان، وإنما هي تجب وجوب فرض كفاية. ولهذا الخطبة جاءت بعد الصلاة، الإنصات لخطبة الجمعة واجب ويجب ينصتون، بينما خطبة العيد من شاء أن يصلي فليصلي، ومن شاء أن ينصت فلينصت، ما يدل على أنها تختلف عن الجمعة. فالجمعة الخطبة قبل الصلاة، والعيد الخطبة بعد الصلاة. ولهذا هنا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. لما جاء بنو أمية طبعا أول من خطب أو أول من قدم خطبة على العيد على الصلاة يوم العيد هو مروان بن الحكم، كان واليا لمعاوية على المدينة، ولأنه رأى الناس ينصرفون، فأراد أن يلزمهم، ولكن أنكر على الصحابة، أنكر عليه الصحابة، حتى قال أبو سعيد أما هذا فقد أدى ما عليه، ولم يستمر الأمر، المسلمون ما استمروا على ما فعله مروان،
وإنما المسلمون لا زالوا يخطبون أو يصلون أولا ثم يخطبون، يصلون العيد أولا ثم يخطبون. ولهذا الحديث في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، وهذا هو اللي الحمد لله سر عليه المسلمون إلى يومنا هذا، يصلي الإمام صلاة العيد ثم بعدما يسلم يصعد المنبر ويخطب خطبة العيد. ولعله يأتي وقت إن شاء الله بعد نتكلم عن صفة صلاة العيد إن شاء الله. الحديث الثاني عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب رضي الله عنه: يا رسول الله، إني نسكت نشاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا هي أحب إلينا من شاتين. عندنا ولا عندي عناق؟ قال: فإن عندنا. قال: فإن عندنا عناقا هي أحب إلينا من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. هذا هو الحديث الثاني في من الباب الذي عقده المصنف تحت باب صلاة العيدين، وهو حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، كما قلنا الخطبة تكون بعد الصلاة، وقال: من صلى صلاتنا، صلاة العيد يعني، ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، بمعنى نسك يعني ذبح، ذبح الأضحية بعد الصلاة. من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، يعني وقعت ذبيحة أضحية. ومن نسك قبل الصلاة يعني ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، يعني لم تقع ذبيحته أضحية وإنما شاة لحم. قال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب، وهو من أصحاب بيعة العقبة رضي الله عنه، وهو من كبار الصحابة، وأيضا بدري حضر بدرا، فهو أيضا من كبار الصحابة رضي الله عنه. فلكنه يقول: أنا يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة، أنا عندي شاة أعددتها أضحية لكنني ذبحتها قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، نشك العيد أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، بمعنى أراد أن يفلح يجلب الخير والسرور لأولاده ولأهله، فذبحها وأكل منها قبل أن يأتي للصلاة. قال: وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن يأتي الصلاة. قبل أن آتي الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم، بمعنى لم تقع أضحية، لأن ما ذبح قبل الصلاة ليس لا يقع أضحية، وإنما تكون ذبيحة عادية تؤكل كما يؤكل الذبائح المعتادة. فقال له: شاتك شات لحم، بمعنى لم تقع مجزئة. قال: يا رسول الله، عندي عناق. العناق الجفرة الصغيرة من ابن من المعز، لأن الصغير من 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 الغنم يسمى جدي، ومن المعز عناق، فيها صغيرة.
معروف انه 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 ان 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 الاضاحي لها اسنان، الابل لتكم خمس والبقر سنتان والغنم الخراف يعني الضان ستة اشهر والماعز سنه، قبل ذلك ما تجزي. لو ذبحت ضعنا عمره 14 ما يجزي، او ذبحت عنزا عمرها 16 ما تجزي. لكن أبو بردة قال الرسول عندي عناق يعني صغيرة أقل من سنة، هي أحب ولي مشاتين يعني مهتم بها وأحبها ومن من نفيس مالي، لكنها صغيرة ما بلغت أن تجزي في الأضاحي. قال عندي عناق هي أحب ولي مشاتين، أفتجزي عني؟ هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، قال له تجزي لكن ما تجزي عن غيرك، تجزي أنت بس، بمعنى غيرك لا، بمعنى هذا استثناء، فالرسول استثناه، كما أنه جعل شهادة خزيمة عن رجل عن 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 عن, عن, عن شاهدين، فهذه خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها بعض أصحابه. فقال لأبي بردة نعم تجزي عنك وحدك وغيرك ما تجزي. المقصود أولا أن في الأضاحي الأضحية لا تذبح إلا بعد صلاة العيد، ما تذبح قبل صلاة العيد ولا تجزي، لو ذبحها ما أجزأت، فالإنسان إذا ضحي بعد العيد إذا صلى الإمام صلاة العيد وانتهت الصلاة حينئذ يذبح المسلمون أضحيه. والآن كما هو معلوم بلدان المسلمين البلدة حين يكون في أكثر من مسجد يصلي العيد وتتفاوت، قد بين هذا خمس دقائق عشر دقائق يتأخر إلى آخره، لكن في المدينة أي مسجد يصلي ولو كان مبكرا أي واحد يصلي وذبحت بعد صلاته أجزى، وذبحت بعد صلاته أجزى. المقصود أن أصل الذبيحة تكون الأضحية يكون ذبحها بعد صلاة العيد، يعني بعد أن يفرغ الإمام من صلاة العيد. وأيضا كما قلنا الأضاحي لها أسنان سن معين، إذا كانت من الإبل لابد أن يكون عمرها خمس سنوات وأكثر، وكانت من البقر لابد أن يكون عمرها سنتان يكون عمرها سنتين فأكثر، وإذا كانت من الضأن يعني الخراف يكون ستة أشهر، وكان من المعز تكون سنة فأكثر، فإذا كان أقل من ذلك فإنها لا تجزئ. فمن صلى صلاتنا ونسك نسك، النسك يطلق على مطلق العبادة ويطلق على الذبيحة، فالمناسك مثلا مناسك الحج، كل عبادات الحج تسمى مناسك، من الطواف والسعي والوقوف بعرفة والذهاب إلى منى والرمي، هذه تسمى مناسك، تسمى مناسك، وكل يعني شعائر العبادات مناسك، وأيضا الذبيحة تسمى نسيكة. قل إن صلاتي ونسكي، يعني إما ذبيحتي أو عباداتي. فالنسك، وبعضهم فرق بين النسك ونسك، وقال النسك هي الذبيحة ونسك هي العبادة أو العكس، لكن مهما كان يطلق النسك على عموم الشعائر، شعائر العبادات تسمى نسك، كما قلنا في الطواف والسعي والرمي والذبح إلى كله والوقوف في عرفة والمزدلفة، كل هذه تسمى مناسك. الله يقول لكل يوم جعلنا منسكا، بمعنى متعبدا وعبادات. هذا ما تيسر في الحديثين، ونكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة، والله أعلم، صلى الله على محمد
وعليه وصحبه وسلم.